بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحقيقة أشكر بداية للزاوية البلقائدية وعلى رأسها فضيلة الشيخ المربي، شيخ هذه الزاوية وصاحب نهضتها الشيخ محمد عبد اللطيف بلقائد، ولكل الإخوة الذين ساهموا في تنظيم هذا الملتقى دروس المحمدية، لأنها في الحقيقة تشكل صورة ومنهجا راقيا من مناهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتقديم الخير للأمة. عندما يتصفح المتصفح العناوين السنوية لهذه الدروس المحمدية يجد أنها تأتي في سياق البناء الفكري والإنساني والإيماني والأخلاقي والذي تحتاجه الأمة في حياتها اليوم، خصوصا في هذه الأزمنة التي اضطربت فيها القيم والأخلاق، والذي اشتد فيها الهجوم على تعاليم الإسلام وعلى قيم الفضيلة عموما. وعندما نرى هذه التعاليم التي وهذه العناوين التي تطرح، نجد أنها تعنى حقيقة برفع السوية الإيمانية، وتخاطب عقول المسلمين، وتخاطب فطرهم، وتخاطب مشاعرهم، وتخاطب أهدافهم، وتتناغم مع قيمهم العالية التي تمثل قيم الحق والخير والجمال. أنا ما رأيت حقيقة في عمق التفكير مثل هذا العمل الراقي. يشكر للشيخ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف بالقائد حرصه على ما تقدمه الدروس المحمدية، وهي ليس مجرد نشاط رمضاني وليس نشاطا إعلاميا فحسب، هو نشاط وهو عمل ذا مغزى يراد منه المساهمة في نهضة أمة، في صلاح أمة. وأعتقد أن المصلحين في الأرض إنما يبدأون من خلال هذا المعنى، من خلال المنهج الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نقل الأمة من حال إلى حال ومن طور إلى طور، فكانت أمة الصحراء والطين وعبادة الأوثان لتصبح خير أمة أخرجت للناس. أكرر الشكر وأرجو الله لهذه الزاوية البلقائدية فيما تفعله، وهذه الدروس المحمدية واحد من نشاطاتها، هي الآن تعنى بتعليم وتخريج العلماء والأئمة الفضلاء، وتساهم إن شاء الله عز وجل في رسم حقائق هذا الدين في نفوس طلابها، ما بين علم نافع وقلب خاشع. وعندما يتكامل العلم مع التربية ومع الإيمان ومع التزكية، يصبح الفاعلية في دعاة الحق أكثر من أن يكونوا مجردين عن هذا التلازم ما بين العلم وما بين التزكية والتربية والروح. والله أسأل أن يضيف إلى نجاحهم نجاحا، وإلى خيرهم خيرا، وإلى توفيقهم توفيقا، وأن يبارك بهم، وأن يجعلنا معهم شركاء في هذه النهضة ولو بجهد قليل، لكن أسأل الله أن يكتبه لنا ربي في المقبولين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي جمع الله بمبعثه شمل الحق بعد تفرقه، وقمع برسالته حزب الباطل بعد تطوقه. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الحضور الكريم من أرض الشام المباركة ومن سوريا الشقيقة، فرج الله عنها كل هم ووسع عنها كل ضيق، حل ضيفا كريما على الزاوية البلقائدية وساحة الدروس المحمدية فضيلة الشيخ محمد عدنان الأفيوني، مفتي دمشق وريفها ورئيس لجنة التوجيه والإرشاد بدمشق ونائب رئيس معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية بدمشق. يلقي فضيلته على مسامعكم درساً من الدروس المحمدية بعنوان نبذ الغلو والتشدد في الدين وأدب الاختلاف في هدي العلماء المجتهدين، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ المربي محمد عبد اللطيف بالقائد، راعي هذه النهضة العلمية التربوية الإيمانية الدعوية، حفظه الله ورعاه، السادة العلماء الأجلاء، أيها الإخوة، حمال مشاعل النور من طلاب العلم الشرعي، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلق الله الإنسان في صورة معجزة بيّنها ربنا تبارك وتعالى فقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن صورة هذا الإعجاز الإلهي في الخلق أن أبناء البشرية وإن كانوا قد خلقهم ربنا تبارك وتعالى على شكل واحد، إلا أنه أراد سبحانه أن يكون كل فرد من أفراد الأسرة الإنسانية عالماً مستقلاً بذاته، متميزاً عن باقي أفراد هذه الأسرة، فجعل لكل إنسان بصمته الخاصة التي تميزه عن الآخرين، وكما أن للإنسان بصمة في إبهامه وبصمة في صوته وبصمة في عينه وبصمته الوراثية الخاصة، فكذلك لكل إنسان بصمته في فهمه وأفكاره وطباعه وميوله، مما يعني بالضرورة أن يكون هناك اختلاف بين أبناء البشر في طرائق عيشهم، في أساليب حياتهم، في أنماط تفكرهم وأهدافهم
وطروحاتهم قد نجد تقارب بين أفراد البشرية أيها السادة، قد نجد تقارباً بين الناس، لكننا لن نجد أبداً تطابقاً بين الناس في أفكارهم ولا في ميولهم. وهذا يعني أن الاختلاف بين البشر سنة من سنن الله تبارك وتعالى في علاه. قال ربنا تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الاختلاف سنة الله في خلقه، لكن الناس في تعاملهم مع هذه الحقيقة صنفان: صنف أدركها ووعى حقيقتها، تعامل معها بواقعية، تعامل معها بإنصاف، قبل المخالف، احترم آراءه، عايشه، تعاون معه، استفاد منه، فتحول الاختلاف عند هؤلاء إلى مزية عظيمة، تحول الاختلاف عند هؤلاء إلى وسيلة إلى التنوع والإسراء والتعاون في بناء الخير المنشود في هذه الإنسانية. هذا مما لا شك فيه أيها الإخوة. وصنف آخر ضيق الفهم، متحجر العقل، ضيق الأفق، لا ينظر أبعد من موطئ قدميه، اعتبر أن كل المخالفين الضاد، واعتبر أن المخالف الذي يخالفه في الرأي ونمط الحياة هو عدو مبين، سفه آراءهم ورفضهم بالكلية، بل اعتبرهم أعداءً، وجعل من هذا الفكر مساراً لإقامة الصراعات والخلافات، مما أدى إلى إضعاف الأمة وتفرقها وتمزقها. وهذا الذي نهانا عنه ربنا تبارك وتعالى لما قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، في هذا العنوان الذي سمعتم مفرداته، أريد بداية أن أشكر اللجنة المنظمة للدروس المحمدية على اختيارها لهذا العنوان. قد يبدو العنوان من حيث الظاهر أنه متنافر المفردات، غلو وعنف وتشدد وأدب اختلاف، لكني أحسب أيها السادة أن الذين وفقوا إلى هذا العنوان وفقوا بتوفيق الحكيم تبارك وتعالى. أحسب أن هذا العنوان بجميع مفرداته إنما يؤسس لوصف الداء ثم بيان الدواء. الداء في حياة الأمة اليوم هو الغلو والتشدد والعنف والتطرف الذي مزقها وشتتها وأضعفها وجعلها آخر الأمم. والعلاج يكمن في بقية العنوان، العلاج يكمن في نبذ هذا التطرف والغلو والتشدد، يعني في اليسر، يعني في السماحة، يعني في تقبل فكرة الاختلاف والتعامل معها بأدب، كما فعل السادة العلماء الأجلاء الذين تعلمنا من أخلاقهم وتعلمنا من سلوكهم. أيها الإخوة الكرام، جاءت تعاليم الإسلام تنبذ الغلو وتنبذ التشدد وتنبذ العنف، وتدعو إلى السماحة واليسر والأدب والخير والحب والتعاون. قال ربنا تبارك وتعالى يؤسس لهذه المعاني في حياة الأمة، يصف أن هذا الدين هو دين اليسر، هو دين الخير، هو دين المحبة. قال ربنا تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر، وقال يريد الله أن يخفف عنكم، وقال ربنا تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ليكتمل المشهد بأن هذا الدين هو دين رحمة. لما أرسل الحبيب الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسله وبين مهمته في الأرض، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتجتمع الرحمة مع إرادة اليسر مع الخير الذي نستشعره في حنايا وسمات هذه الشريعة من خلال هذه الآيات الطافحة باليسر وإرادة الخير. وجاءت سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مترجمة لهذه القواعد القرآنية. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم داعياً إلى نبذ العنف والتشدد وإلى إقامة اليسر في حياة المسلمين، فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. هناك رواية ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواية البخاري ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فيسروا وسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يسروا وسددوا وقاربوا وأبشروا هي تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم للذين يحملون لواء الدين، دعوة إلى اليسر، دعوة إلى التسديد والمقاربة، دعوة إلى رحمة الأمة. فإذا بنا نفهم روح هذه الشريعة التي روحها الرحمة ومنهجها اليسر وحقيقتها وجوهرها نفع الخلق ونفع الناس ورفع الإصر والحرج عنهم. وجاءت كل التعاليم النبوية والإيمانية والإسلامية في شريعة الإسلام تحقق هذا المعنى وتتناغم معه تناغما عجيبا. من لحظة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو الحقيقة أيها السادة يخاطبنا نحن، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا ويخاطبنا نحن الأمة تكليفا. يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة التي لا ينبغي أن يكون فيها تشدد، ولا ينبغي أن يكون فيها عنف، ولا ينبغي أن يكون فيها إكراه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا لم يكونوا موافقين لك في الفكرة قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا ولنا تعليما، أؤكد على هذه الناحية، له تشريفا ولنا تعليما. قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. علمنا أن جوهر هذه الدعوة يقوم على الحب، يقوم على السماحة، يقوم على تحقيق الخير للمدعوين، لا يقوم على الإكراه ولا يقوم على الإلجاء
ولا يقوم على العنف ولا يقوم على إكراه الناس على ما لا يحبونه، لأن هذا الدين في حقيقته قناعة. ما قيمة أن نلجئ أجساد الناس على شيء وقلوبهم نافرة؟ أراد الله تبارك وتعالى أيها الكرام في علاقة المؤمنين مع ربهم أن تكون القلوب مع الله، أن تكون الأرواح مع الله. وهل يستقيم هذا بالإكراه؟ لا دعوة مع الإكراه. نفهم أن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم أهل دلالة على الله، أطباء قلوب، هم دعاة خير يحرصون على أن ينقذوا الناس من الضلال إلى الهدى، من السعير إلى الجنة، ولا يكون ذلك إلا بالشفقة الكاملة. فلما تعامل الإسلام في حقيقته مع تعاليمه الكبرى بدأ بمبدأ عظيم يصور حقيقة هذا اليسر وعدم الإكراه في الدين، بمعنى نبذ العنف والتشدد. لما دعا هؤلاء الذين خالفوا شريعة الله تبارك وتعالى دعاهم على مبدأ القناعة، قال ربنا تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وفهمنا أن الإكراه لا يوصل إلى خير، وفهمنا من خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون دعوته دعوة الشفوق الناصح. قال له: أفأنت تكره الناس أن يكونوا حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا يمكن أن يجتمع الحب والقناعة مع الإكراه. ومن هنا تتضح تعاليم هذا الدين في دعوته، وتتضح تعاليم هذا الدين في صوره الكبرى. ومن صور سماحة هذا الدين ويسره ودعوته إلى نبذ الغلو، هذا الذي نقوله وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الغلو في الدين، لأن الغلو يحمل للناس مشقة وعذابا وعنة. وهذا الذي يفعله بعض المتشددين، بعض المتشددين الذين يحملون للناس أو على الناس أو يحملون الناس على أن يكلفوا ما لا يطيقون، فإنهم يخالفون جوهر هذا الدين وحقيقة هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوغلوا في هذا الدين برفق، وقال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، وقال: أوغلوا في هذا الدين برفق، وقال: يعلمنا والله إن الله لا يمل حتى تملوا. وعندما رأى بعض المتكلفين في الدين الذين يغالون شدد عليهم النكير في صور واضحة، أمر أن يحل الحبل الممدود بين ساريتين للسيدة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل تتكئ عليه زينب حتى تقوم الليل. قال: حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. حلوه، لا ينبغي أن تحمل نفسك فوق طاقتها، لأن الله عز وجل ما حملك ذلك، وهذا من الغلو في الدين. ولما أتاه النفر الثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها، وقال واحدهم: أما أنا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين نحن منه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم أشاروا على أنفسهم بالتشدد، قال واحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال آخر: وأنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء أبدا. سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما وإني
أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن توافق الفطرة، أن تلبيها، أن ترشدها، أن تنظمها، أن تهذبها، لأن معاند الفطرة مغلوب. هذا الدين دين فهم راقي، هذا الدين دين عظيم أيها السادة، دين ما جاء من أجل أن يحمل الناس إلى العنت، وإنما من أجل أن يسعدهم، من أجل أن يكرمهم، من أجل أن يرفع مقامهم. والله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن جاء من أجل سعادة الناس، وهذا لا يستقيم مع أولئك الذين يدعون إلى التشدد، يتشددون في الأحكام ويتعنتون ويتنطعون ويحرمون ما أحل الله، ويحملون الناس على إكراه ما من الدين في شيء. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفتهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التزام اليسر، وجاءت كل تعاليم الدين تمشي بانسجام تام مع هذه الحقائق. لما ننظر في هذا الدين نرى من حقائق يسره الرخص الذي من الله بها على الأمة في حالات معينة، رخص العبادات. أوليس التعريف الرخصة كما في الراغب وغيره أن الرخصة هي التسهيل والتيسير؟ الرخصة تسهيل وتيسير، وعندما يشق أمر العبادة على الناس يتفضل عليهم ربنا تبارك وتعالى بمنة من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرخص بأنها صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقة الله، فاقبلوا لله صدقته، اقبلوا صدقة الله. ونجد هذه الرخص مما يتناغم مع جوهر الدين وجوهر الحياة. وتصوروا أن الإسلام ليس فيه رخصة، ماذا يفعل المريض في رمضان؟ ماذا يفعل المسافر؟ ما تفعل الحامل والمرضع؟ هذا دين يلبي الحقائق ويسعد الناس ويتناغم مع هذا الإبداع في خلق الله لعباده. ثم نجد، وهذه الرخص الحقيقة أيها السادة هي مظهر راقي من مظاهر هذا الدين في تعاليمه وإبداعاته، وحتى يكون بين الناس أن الدين الذي يوصم اليوم بأنه دين الشدة ودين الغلاظة والفظاظة ودين العنف، لا لا، هو دين الرحمة بأوسع أبوابها. ولما ننظر أيها السادة أيضاً في صورة من صور اليسر، أن الله تبارك وتعالى رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع كما ورد في الصحيح عند ابن ماجة وعند الحاكم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخطأ والنسيان مما تعم به البلوى، فلو يؤاخذنا ربي تبارك وتعالى على الخطأ والنسيان لهلكت الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال ربنا تبارك وتعالى: قد فعلت. ينادي المؤمنون والله يستجيب دعاءهم ورجاءهم. ومن صور اليسر في هذه الشريعة الغراء هذا التعاطي مع العبادات وفق القدرة. نجد اليسر والسهولة في كل العبادات. في الطهارة مثلا ترى السعة في مصادر الطهارة، فالله عز وجل ما حصر طهارة الأجساد والثوب والمكان في نوع من الماء، وإنما جعلها في كل أنواع الماء الطاهر، في ماء السماء وماء البئر وماء النهر وماء البحر وماء الثلج والبرد
ولو كانت محصورة في جانب لشق على الناس ذلك. ثم إذا عدم الماء نتيجة فقد أو عجز عن استخدامه سهل لهم ربي برخصة التيمم، وهذا من جانب اليسر ورفع الحرج. ثم أيها السادة، نرى هذا في الصلاة عندما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضجعا. ونراه في الصيام، ونراه في يعني في الصيام عندما أتاح لنا فرصة الإفطار، ونراه في الحج، ونراه في المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ما سئل عن شيء إلا وقال: افعل ولا حرج، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ويسر في المعاملات، في قضية خيار الشرط وخيار المجلس، وإن الله يحب العبد سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، إلى آخر ما هنالك من هذه القضايا. الوقت يداهم وأنا لما أبدأ بعد، لكن الحقيقة أريد أن أنفذ إلى أن هذا الدين العظيم بتعاليمه هذا كان هو المنطلق والمنبثق لهؤلاء العلماء ليأخذوا منه وليستبينوا منه نهجهم في الحياة، فكانت يعني ما صدر عنهم يوافق هذا النور الذي أخذوه من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن تضاعيف هذا الدين. ولذلك نرى أنهم في اجتهاداتهم وفي بناء فروعهم الفقهية يقوم على هذه القواعد التي هي في أصلها ميسرة وتوصل هذا الإنسان إلى هذه الحقائق. الضرورات تبيح المحظورات، يقول الشدة المشقة تجلب التيسير، إن الأمر إذا ضاق اتسع، الأصل في الأشياء الإباحة، الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، والأمر بقاء الأمر على ما هو عليه، إلى آخر ما هناك من قواعد فقه قامت عليها هذه الشريعة وفي حقيقتها اليسر. ثم نأتي أيها السادة إلى العلاج، العلاج الذي هو فهم حقيقة الاختلاف. لا بد إلا أن يكون هناك خلاف، لكن أهل القلوب من العلماء العاملين، أهل المذاهب الأربعة ومن لف لفهم وسار في طريقهم، أخذوا من هذا المعين فلون حياتهم، فصاغوا أدب خلاف. أستعجل في بيان أجزاء منه وأترك ذلك للمحاضرة المكتوبة. أيها الإخوة، السادة العلماء من أئمتنا رضي الله عنهم أفهمون أن من أدب العالم وكمال علمه وفهمه أن يفهم حقيقة أن هناك خلاف في الفروع وليس هناك خلاف في الأصول. ومن هذا نشأت عندهم قواعد في الاختلاف. أولاً تسويغ الاختلاف. يقول الإمام الشافعي: إن وإن اختلفنا مع الناس ورغبنا عن آرائهم إلا أننا لا نحرجهم ولا نقول أنهم قد حرموا الحلال، فإنهم يقولون فينا ما نقول فيهم، ويدعون علينا ما ندعي عليهم، ولكن يعذر بعضنا بعضا. ويقول الإمام أحمد رضي الله عنه في هذه القضايا، يقول: يعني ما عبر الجسر إلى خراسان أفضل من إسحاق، وإنا وإن كنا نخالفه في أشياء فإن ما تزال الناس يخالف بعضها بعضا. ثم نهوا عن التعصب للآراء. قال أبو حنيفة على سبيل المثال رضي الله عنه وأرضاه، يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وإن هذا الذي نقوله هو رأي وهو أحسن ما عندنا، ولا ندعي أنه الحق، فإن رأينا الحق في خلافه اتبعناه. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: والله ما ناظرت امرأ إلا ورجوت الله أن يجعل الحق على يديه،
فإن كان الحق معه تبعته، وإن كان الحق معي تبعني. وهذا الذي نراه من أحوالهم رضي الله عنهم ينبثق عنهم حالة من الإنصاف، أنهم ما ألجأوا الناس إلى ما يرون، وإنما لم يرضوا بذلك عندما سنحت الفرصة. هذا الإمام مالك رضي الله عنه إمام أهل المدينة وإمام أهل الهجرة، لما أراد أمير المؤمنين أن يحمل الناس على تبني الموطأ نهاه الإمام مالك ورغب إليه ألا يفعل، وأن الناس لا يزالون مختلفين في أمصارهم وفي طرائق حياتهم، وإن هذا مما يشق عليهم، وهذا حال إنصاف راق وحال عالية من هذا الإمام الذي كان يستقي من قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالجملة أيها السادة، نحن نرى بأن هذا الذي تركوه لنا من حقائق الأدب، وكانوا يتنازلون حتى عن آرائهم احتراماً للمخالف. لا ننسى أبداً أن يعني أبا حنيفة لما سألوا أو يعني سألوا بعض العلماء، ما يعني سألوا الإمام أحمد، قالوا ما تقول في إمام نزل منه الدم، أتصلي خلفه؟ قال وكيف لا أصلي وراء مالك وإسحاق. ثم يعني ورد عن الإمام الشافعي أنه ترك قنوت الفجر لما صلى في مسجد سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. هل يمكن أن تتنازل عن آرائك احتراماً لإنسان ميت، لكنك في قلبك الحي تستشعر أنه من الأدب معه وهو إمام أئمة، أن تكون منصفاً في احترامه وفي تصوير هذا الاحترام بسلوك عملي واضح؟ أيها السادة، هذه دروس لنا قد جعلها ربي منارات هداية وسبيل على طريق السالكين إلى الله. إذا أردنا أن نفهم حقائق الإيمان نفهمه من هذا الإرث، من هذا الهدي المبين، من فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأئمة المجتهدين. وعندما ترى أن هناك من يتعصب لهواه ويخالف الناس ويقارعهم، فاعلم بأنه من غلبة الهوى ونزغة الشيطان، لأن الإيمان لا يرضى أن تقوم الأمة متنازعة من أجل أن ينتصر كل إنسان إلى رأيه الذي يتبناه. وحقيقة الأمر أيها السادة، هذا أيضاً يضعنا أمام منارة هداية في تمييز. هناك معايير هذه المعايير التي توضح لنا حقائق الدعوات التي نراها. إذا أردت أن تحكم على دعوة في صوابها أو خطائها، فانظر في هذه المنهجية التي تكلمنا. اليوم بعض من يدعي الإسلام وينتسب إلى الإسلام ويريد أن يقيم قائمة الإسلام، لكن يقيمه على الإكراه، يقيمه على الدم، يقيمه على الهدم، يقيمه على إلجاء الآخرين بالعنف والقوة، وهذا لا يتناسب مع حقائق هذا الدين، ما يتناسب مع الآيات القرآنية، ولا مع الهدي النبوي، ولا مع هذا الإرث الذي أخذناه من أئمتنا الأعلام. وقد شرحنا شيئاً بسيطاً، وفي الكلام بقية كثيرة ما أسعفت أن أقولها، لكن هذا يضعنا أننا عندما نرى دعوة تقوم على الإنصاف، تقوم على الحب، تقوم على الغيرة، تقوم على إرادة الخير للخلق أجمعين، فتعتقد بأنها دعوة حق. وعندما نرى هناك مخالفة لجوهر الإسلام ولحقيقته ولسمته ولتعاليم هذا الدين ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة الحق وفي إقامة الحق، فاعلم بأنها صورة دعية على الإسلام، وينبغي أن نحذر منها، أن نبتعد عنها. هذا الذي تركه لنا ديننا وتركه لنا علماؤنا هو المعيار الذي ينبغي أن نحتكم إليه حتى نميز الصح من الخطأ فيما ندعى إليه من دعوات كلها تدعي أنها بنت الإسلام
وكلها تدعي أنها تحقق حقائق الإسلام، لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن نعرف صدقهم من غير صدقهم إلا إذا عرضناهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أكابرنا من السادة الأعلام. عندما نرى أنهم يوافقون هذا المنهج نعلم أنهم على الحق، وعندما يخالفون هذا المنهج نعلم أنهم على غير الحق. هذا هو الذي أشار إليه الإمام الشاطبي في عندما قال: إذا رأيت يعني دعوات الناس أنها تقوم على الشقاق والخلاف فاعلم بأنها ليس من الدين، وإذا قامت على أدب الاختلاف وعلى التسامح والتراضي فيما بينها فاعلم بأنها من الدين، لأن الذي يبحث عن حظوظ نفسه لا يقبل المخالف، لا يقبل. نحن نؤمن بالاختلاف، فالاختلاف سنة الحياة، ولكن لا نؤمن أبداً أن يتحول الاختلاف إلى خلاف. نحن ضد الخلاف لأن الله تبارك وتعالى ضد الخلاف، والخلاف هو الذي سيمزق هذه الأمة ويجعلها متناحرة حتى يذهب أثرها ويعفو حقيقتها، ونخسر تلك المعاني التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى ووصفنا بها لما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمة التي هي خير أمة تعتصم بكتاب الله، تحتكم إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتريد الخير للناس أجمعين. أسأل الله أني قد وفقت إلى عرض شيء من هذا المعنى على حضراتكم، وما يزال في المعنى وفي القلب بقية ربما تتمم في الكلمة المطبوعة، وأسأل الله القبول، راجياً لهذه الدعوة ولهذه النهضة العلمية السدادة والرشادة، وأن يعم خيرها وبرها وهداها كل الأرض جميعاً. وأسأل الله لفضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف بالقائد راعي هذه النهضة الصحة والعافية والعمر المديد في طاعة الله، وأن يمتعنا الله تبارك وتعالى في حياته ومن هديه ومن قلبه، وأن يجمعنا دائما على الخير، وأن يوفق الأمة لما فيه سدادها ورشادها وصلاحها وفلاحها. وأسألك يا رب بحق من حضر في هذا المجلس أن تبارك لنا في شهر رمضان، وأن تجعلنا فيه من عتقاء النار برحمتك يا عزيز يا غفار، وأن ترفع مقتك عنا، وأن ترحم هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخياً رخياً وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.